مرصد الأزهر لمكافحة التطرف شغال في الفترة الحالية على متابعة تنظيم داعش الإرهابي وتحركاته في الخارج، وده علشان يقطع عليه الطريق في أي محاولة للتغلغل الفكري جوه المجتمعات العربية والإسلامية. مرصد الأزهر له تقرير حديث اتكلم فيه عن استراتيجيات التنظيم الإرهابي الجديد اللي بيتبناها في الفترة دي، وده طبعا عشان يستقطب الشباب من خلال عناصر ومؤيدين جدد. تفاصيل اكتر هنتعرف عليها دلوقتي من ضيفنا اللي موجود معانا على التليفون، الاستاذ حسين عطيه، الباحث بوحده رصد اللغه الاسبانيه بمرصد الازهر لمكافحه التطرف. صباح الخير عليك، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليك يا فندم وعلى الساده المشاهدين الكرام. خلينا نبتدي كده مع البداية، إيه اللي ممكن يكون رصده المرصد لمكافحة التطرف من أو عن استراتيجيات التنظيم الإرهابي في عملية استحداث الاستقطابات الإلكترونية للشباب؟ أو يعني هو شايف إيه اللي بيحصل أو إيه اللي بيخليه يلفت النظر علشان يقدر يقول إن هنا في أي نوع من أنواع الاستقطاب ابتدى يحصل؟ طبعا بداية بتوجه لحضرتك وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بذكرى العطرة، ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، هذه المعجزة التي جاءت تسرية من الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية الذي بعث الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. زي ما تفضلت حضرتك، مرصد الأزهر في الفترة الأخيرة اشتغل، وجد في هناك تحول في الاستراتيجيات الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي. نعم. طبعا تنظيم داعش في الفترة الأخيرة كان بيركز الشغل بتاعه وانتشاره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، هو ده كان الأساس، لأنه فقد كثير من عناصره وتكوينه على الأرض منذ 2017 ومع مقتل البغدادي في 2019. التحول النوعي كان في بداية عام 2020 في النصف الثاني من شهر يناير الماضي، لما حاول التنظيم ان هو يهرب عناصر كثيره من اللي موجودين في سجن غويران في سوريا علشان خاطر يرجع العناصر بتاعته اللي محتجزه هناك من 2019 عشان يكون ليه تواجد على الارض. تباعا لهذه الاستراتيجيه كانت تسمى باستراتيجيه هدم الجدران. ردا عليها على طول في بدايه فبراير من العام الحالي خرج الرئيس الامريكي جو بايدن واعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي. نعم. ابو ابراهيم القرشي، كعمليه تعتبر يعني من خلال تحليلنا ممكن تكون رد على فكره ان التنظيم عايز يرجع تاني وعايز يهرب العناصر بتاعته من السجون. طيب ده عظيم، حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا وهي مقتل الزعيم ابو بكر الهاشمي القرشي، ده هل كان ليه تاثير على التنظيم الارهابي؟ طبعا هو الاراء تباينت على الموضوع ده لسببين. ان التنظيم بيشتغل اكثر على عمليه اللامركزيه، ان هو عايز يخلي ليه عناصر في كل الاماكن اللي موالين فيها ويخلي فيها زي اداره ذاتيه. فبالتالي هو ابراهيم الهاشمي ما كانش بيظهر كتير في الاعلام، ما كانش ليه تواجد قوي، فبالتالي كان البعض راى ان هو دي هتكون ضربه قاسمه على الاقل من الناحيه المعنويه لعناصر التنظيم. لكن مرصد الازهر بيرجح فكره استمرار التنظيم في المنهجيه بتاعته اللي هي الانتشار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الفضاء الالكتروني، وان هو لن يتاثر كثيرا لانه الشخصيه بتاعت ابو ابراهيم الهاشمي ما كانش مؤثر بالطريقه ان هو بيوجه التنظيم او ان هو بياخده في صوره البطل وما ذلك اللي بتصدرها الجماعات المتطرفه. بالتالي يرى المرصد ان هو احنا يعني ده مش هيؤثر على التنظيم بشكل قوي، ولكن سيضعف من فكره اقدامه الشديد اللي كانت في النصف الثاني من يناير، ان هو هيرجع تاني وهيبقى ليه عناصر تاني وهيبقى ليه تواجد قوي تاني وهيرجع كما كان مثلا في 2014 و2015 وتحديدا في سوريا العراق. لكن احنا شايفين ان هو هيستمر في المنهجيه بتاعته وهي الاعتماد بشكل اساسي على الفضاء الالكتروني وحث العناصر من الذئاب المنفرده حول العالم انهم ينفذوا عمليات في المناطق اللي هم عايشين فيها. أكيد. طيب المرصد إيه الدور اللي بيلعبه دلوقتي لغلق الطريق عشان ما يقدرش يوصل لأهداف التنظيم الإرهابي، ما يقدرش يوصل لأهدافه وما يقدرش إنه يوصل لشباب جديدة؟ طبعا حضرتك عارفة والسادة المشاهدين الكرام إن بداية أي عمل إرهابي أو أي تطرف
بيبدا بفكره خاطئه او مغلوطه، وبناء عليه بيتم ان الشخص ده بينتهج هذا الفكر المتطرف. فدور مرصد الازهر الاساسي هو تصحيح هذه المفاهيم والتوازي بالمواجهه الفكريه مع المواجهه الامنيه معا، لانهم الاثنين شغالين بالتوازي. لذلك المرصد لما هيشوف شاف يعني ان التنظيم في الفتره الاخيره مركز على الفضاء الالكتروني، المرصد ان شاء الله حاليا وخلال الفتره القادمه سيكثف من الحملات التوعويه الخاصه به. احنا شغالين حضرتك ب 13 لغه نتحدث في سياقات مختلفه بمراعي السياقات الثقافيه والسياقات الاجتماعيه لكل اطار، وهنكثف ان شاء الله من الحملات التوعويه والفيديوهات والرسائل القصيره، يعني فيديوهات قصيره ورسائل قصيره من خلال نشرها على منصات المرصد المختلفه من سواء فيسبوك او تويتر او انستجرام وكذلك على موقع يوتيوب، بهدف ان يكون المحتويات بتدعم فكره التسامح والتعايش وقبول الاخر واحترام التعدديه الثقافيه والدينيه، وكمان ترسيخ مفهوم الاخوه الانسانيه ومبدا المواطنه، لان هو ده اللي هيحافظ على نسيج المجتمع بتاعنا والمجتمعات كافه. لان لما انا احمي الشباب من الانجراف وراء الافكار دي، فده هيسهم ان شاء الله في دفع عجله التقدم في كافه المجتمعات. عظيم. استاذ حسين، ازاي واحنا بنصنع محتوى زي ما حضرتك قلت ب 13 لغه بنعمل محتوى يناسب كل الفئات العمريه من الشباب؟ هي الفكرة كلها في تبسيط المعلومة، أني أنا عندي قيم إنسانية مشتركة، يعني دائما ما نبحث عن المشتركات ما بين الثقافات والأديان المختلفة، وفي عندنا ثوابت كثيرة جدا. لما جاء الدين الإسلامي ليس بمنأى عنها وجاء أقرها، فبالتالي احنا بناخد المعلومات دي والقيم المشتركة النبيلة ونحاول نبسطها بشكل يتناسب مع كل سياق، لأن احنا عندنا كل واحدة تدرك جيدا السياق اللي هي شغاله عليه. فبنعمل عمليه موائمه، اما ان احنا تكون رسائل مخصوصه بلغات معينه لاطر معينه، او ان هي تكون عامه حينما تكون مشتركه ما بين كل الاقطار، وهدفها هي يعني ارسال الرساله الوسطيه والسامحه والمبسطه اللي هي تؤلف القلوب ويعني تلم شمل المجتمعات ولا تؤدي الى نشر الكراهيه والفتنه. أكيد. الأستاذ حسين عطية الباحث بوحدة رصد اللغة الإسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنا دايما عندنا مشكلة إن احنا مش عارفين نواجه التنظيم الإرهابي فكريا، إن احنا نوصل له في المكان اللي هو موجود فيه. مكافحة الإرهاب زي ما احنا عارفين ودايما كل الناس بتتكلم ليست أمنية فقط، وإنما هي فكرية وثقافية في المقام الأول. إنك توعي الشعب، إنك توعي المواطنين، إنك توجد فرص عمل للشباب، فبالتالي ما يروحش للتنظيمات الإرهابية، ما يقدرش يلعب على دماغه أو يعمل له غسيل مخ زي ما احنا بنقول. فكرة إن احنا نوصل للشباب، الشباب طبعا احنا عارفين إن كله دلوقتي حتى من سن الطفولة هم موجودين على السوشيال ميديا، فإن المركز يفكر في إنه يوصل للشباب في المكان اللي هم موجودين فيه. خلاص بقى يعني تخطينا مرحلة ان احنا نعمل ندوات في اماكن عامة او اماكن مفتوحة مش هيقدر الشباب ان هم يوصلها، لا احنا وصلنا لهم على السوشيال ميديا اللي هم موجودين عليها على طول، وبنبتدي نوعيهم. وزي ما قال الاستاذ حسين باكتر من لغة، بنتكلم فيه 13 لغة، المحتوى محتوى بسيط وواضح للكل، كل الفئات العمرية تقدر تفهم هذا المحتوى لمنع استقطاب عناصر جديدة من الشباب. ويمكن منا الكلام استاذ حسين واضح قوي في حملات توعية كمان اللي بيقوموا بيها الأسرة المصرية. أكيد. استخدام كمان يشاز لي المنصات المختلفة، ده بيتهيألي بيوصل للأطفال من وهم صغيرين، وده شيء مهم جدا إن احنا نغرز الفكر الديني الصحيح، إن ما يبقوش الأطفال بيتلقوا المعلومات من أي حد، خصوصا إن احنا عارفين الفوضى اللي موجودة على السوشيال ميديا، أي حد بيمسك تليفون ويعمل صحيح. فيديو كليب أو يعمل أي تيك توك أو يسيب أي حاجة، أي رسالة بيتابعها الأطفال أو الشباب أو حتى الناس اللي ما بيبقاش عندها ثقافة بما فيه كفاية دينية. فأعتقد أن ده يمكن من أهم الأشياء اللي تقدمت في الفترة الأخيرة. كلام مظبوط.